جربتي بعد ما تخلصيها تغرقيها بالحليب فتيرة الفطاطري بالسكر واللبن من غير عجينة؟ يعني نص لفة جلاش هنعمل الفطير الحلو في ثواني، مش هتاخد معاكي وقت خالص في التحضير، بس فعلا طعمها هيطلع جميل جدا، هتوفر معاكي كتير لان الفطير دلوقتي بقت ارقامه عالية قوي. المهم غرقيها بالحليب، بعد كده رشي عليه سكر بودرة، وعلشان تزيد حلاوة زودي شوية حليب. جربي الطريقة دي، بس انت في الاول هتسقي الحليب وهي سخنة جدا علشان تبقى طرية ودايبة، وبعد ما تزودي شوية كمان بعد السكر هتبقى طرية بزيادة. ودوقي حتة كده وشوفي جمالها، طعمها رهيب رهيب بجد. تعالي معايا بقى نشوف عملناها ازاي. بنسمي الله ونصلي على الرسول، وهاتي الطاسة الكبيرة اللي عندك وسيحي شوية زبدة او شوية سمنة، وحطي معلقتين كده في الطاسة ووزعيهم بالفرشة، وهاتي نص لفة جلاش هناخد منها الاول ورقة، ممكن على فكرة تحطي ورقتين مع بعض. هنفرد الاول الورقة وندهنها من جوه برضو بفرشة سمنة. وعلى فكرة الزبدة افضل في اي انواع فطير او في الجلاش كمان بالذات، علشان بيورق اكتر من السمنة. لو عندك زبدة يعني استعمليها افضل من السمنة. بعد كده هنجيب ورقة تانية ونحط نصها جوه الطاسة، ونخلي نص الورقة بره، ونديها برضو دهنة بسيطة كده بالفرشة، ونكرر نفس الموضوع، بس هنحط ورقة جنب ورقة لحد ما الورق يبقى داير ما يدور حوالين الطاسة. الورقة نصها جوه والورقة التانية نصها بره، زي ما انتوا شايفين كده. كده احنا خلصنا كام طبقة، واخدين بالكم معايا؟ اكيد واخدين. وهندهنها برضو دهنة كده بسيطة، وممكن هنا تتحكمي في كمية الزبدة او السمنة اللي انت عايزة تدهنيها. ايه عايزين بقى نحط شوية حشو كده، زبيب على جوز هند او اي نوع انت بتحبيه، ولو في حد في البيت بيحبها سادة وفي حد بيحبها بالحشو اقسميها بالنص، حطي شوية حشو في نص الفطيرة والنص التاني سيبيه فاضي. دي طريقة برضو سهلة قوي علشان ترضي جميع الاذواق. ايه حطينا نص الحشو كده، هنبتدي بقى ندخل الورق اللي احنا طلعناه بره ندخله جوه تاني. ايه هنا انا طبقت الورقه على سمنه عشان كده ما دهنتهاش من جوه، بس اي ورقه بتدخليها بتدهني سمنه، يا اما بتدهنيها هي يا اما بتدهني جوه وتطبقيها على السمنه. هندخل كل ورق الجلاش على جوه تاني، بس احنا محتاجين بقى نزود ورقتين كمان. طبعا انتي ملاحظه معايا ان الورق ايه في اطراف ناشفه شويه، في ورقه متقطعه، مفيش مشكله خالص، كل ده مش هيبان. ناخد حتة ورقة بقى ونفردها على الوش، وبرضو نديها دهنة بسيطة. انا حطيتها هنا في الجزء ده علشان الجزء اللي مفهوش حشو وتحس ان هو هابط شوية، فانا حبيت اعليه بورقة كده. بعد كده هحط ورقة كمان وهرفع الطرف بتاع الفطيرة وادخل بقى الحروف دي جوه، بحيث ان الفطيرة كلها تبقى واخدة شكل كده ايه متساوي. الكمية بتاعت السمنة او الزبدة اللي جوه طبقات الجلاش دي كمية يعني بسيطة زي ما انتم شايفين، مش كتيرة قوي. احنا هنعتمد اكتر على كمية السمنة او الزبدة اللي هي في الطاسة من تحت واللي هندهن بيها الفطيرة من فوق. دي اخر ورق انا حطيتها، بس نسيت بقى ان انا ادهن، فبرفعها كده وبدهن كده في السريع، وكل الحروف بتاعت الورقة دي هلبمها على جوه واطبقها تحت الفطيره. بترفعي كده بحرف المعلقه وتدخلي كل اطراف الورقه جوه، الفطيره هتبقى معاكي مدوره كده وشكلها مظبوط جدا ومهندمه. هنديها دهنه بسيطه برضو من على الوش، وناخدها بقى علشان نسويها. بس قبل ما نسويها المفروض ان احنا هنعمل شويه حليب. يعني ايه شويه حليب؟ يعني عندنا كوبايه لبن كبيره قوي، اللي هي كوبايه العصير الكبيره قوي دي، او ممكن كوبايتين يعني اللي هو مج الشاي الازاز. هنا انا دهنتها كده بفرشه سمنه، وهحضر اللبن بحيث ان اللبن يكون جاهز. بعد ما اسويها هسقيها على طول، لان احنا ممكن نسقيها وهي على نار البوتاجاز، وممكن نسقيها اول ما تطلع، المهم لازم تبقى سخنه. فانت هاتي الكوبايه اللي هي حجمها كبير قوي دي، وحطي لها 3 4 معالق سكر وظرف فانيليا وقلبيها كده. الحليب اللي هتسقي بيه الفطيرة هيكون محلي شوية، وطعم الفانيليا فيه وريحة الفانيليا هتبقى باينة جدا جدا، فالفطيرة مش هيبقى ناقصها حاجة خالص. جهزنا اللبن نركنه على جنب، وناخد بقى الفطيرة الحلوة دي نسويها. النار هادية زي ما انت شايفة كده، هنحط الطاسة على النار ونسيبها كده 5 6 ثواني، بعد كده نبتدي نلف فيها. أول ما بتاخد لون ذهبي من تحت النار لسه هادية، احنا مش هنعلي النار خالص، الجلاش يعني بيستوي بسرعة كده وما بياخدش وقت. حطيت معلقتين سمنة أو زبدة على الوش. ليه بقى؟ لأن الطبقة اللي تحت شربت السمنة خلاص، فلازم لما نقلبها تتقلب بسمنتها. فأنا حطيت طبق كده صغير في النص
وبقلب كده على طول بالطبق، واحط السباتولا تحت وبقلب شوية السمنة اللي هيمسكوا في الطبق، هنزلهم على الحرف كده خلاص، في طبقة من السمنة تحت، ونلف الطاسة برضو علشان كلها تاخد لون ذهبي داير ما يدور، ونشوف من تحت خدت لون ذهبي ولا لسه اخدت لون ذهبي. لو حابين ان احنا نقلب الطاسة كلها، حطي صينية كبيرة شوية واقلبي الطاسة على الصينية وزحلقي الفطيرة لو انت عايزة تقدميها على الناحية اللي هي التانية، يعني زي ما تحبي. وهي سخنة كده وموجوجة، نجيب بقى شوية الحليب الحلوين دول اللي بالسكر والفانيليا، ويا سيدي اسقيها بقى، اسقيها وكتري وخليكي كريمة، وشوفي بقى قد ايه الفطيرة دي جميلة. كل ما تديها لبن كل ما بتطرى وتبقى دايبة كده وبايشة وطعمها رهيب. فأنا حطيت كمية حلوة قوي من الحليب، لا وايه، وهزود كمان، هنزود شوية كمان بس بعد السكر بقى. إيه لو انت حاسة ان كمية اللبن كتيرة، كمية السكر كتيرة، كمية السمنة كتيرة، قللي زي ما تحبي، بس المقدار اللي انا عملته ده مقدار مظبوط جدا. بعد ما سقيتها الحليب وهي سخنة كده، وطبعا انتوا شفتوا البخار عامل ازاي، نقلتها على طبق التقديم. تقدري انت تنقليها على طول وهي سخنة في الاول، بس انا ما حبيتش ان انا انقلها على حاجة تكون مش ازاز يعني، فاستنيت عليها ما هديت شوية، حتى انتم ملاحظين انها شربت اللبن خالص اهي، بقت منفوشة على الاخر. فهنقطعها بالاجزاء بقى بالحجم اللي انت عايزاه، وحاولت ان انا بقى اعرف النص اللي فيه الحشو فين، عشان لما اجي اقدمها ابقى عارفه مين اللي هياكل اللي بالزبيب وجوز الهند، ومين اللي هياكل الساده. فكده خلاص هي واخده لون حلو اهو، ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، على النار كده على نار هاديه تلف الطاسه، ما ينفعش تحطيها على النار وتسيبيها وتمشي ابدا، لان الجلاش بيستوي بسرعه. إيه كمان مقدار السمن زي ما قلنا، الاهم ان هي تبقى بتستوي كميه سمن حلوه قوي من فوق ومن تحت، مش الطبقات، لان لو كمية لو كمية السمن يعني اللي في الطاسة قليلة، الجلاش هياخد لون بني، وهتحس ان هو دخل كده في لسعة يعني ريحته شياط شوية، فما تقلليش كمية السمن اللي في الطاسة. بعد ما قطعتها بقى بنديها رشة حلوة كده من سكر البودرة، وعلى فكرة كمية السكر اللي في اللبن مش هتحلي الفطيرة قوي، يعني مش هتديك الكمية اللي انت عايزاها. لو انت مش عايزة تحطي سكر بودرة على الوش، حلي اللبن قوي، لان انت على ما توزعيه والجلاش يشربه مش هتحسي ان هو طعمه مسكر. لو حبها دلع بقى يبقى اكتفي بمعلقتين ثلاثة، يعني زي ما تحبي. انا رشيت رشة حلوة كده محترمة من سكر البودرة، وده شكل الفطيرة، شكلها يفتح النفس. بس انا بقى مش هسكت على كده، شوية لبن تاني ونغرق الفطيرة بقى، غرقيها غرقيها وشربيها لبن، وتتخيلي بقى اللبن والسكر دابوا كده مع بعض وانسجموا على الاخر، والفطيرة بقت طرية اكتر، الطبقات بتاعتها شربت اللبن اكتر وشربت السكر اكتر. ودوقي والله طعمها احلى احلى من اي فطيره بتجيبيها من محل الفطاطري اللي بتدفعي فيها ارقام كبيره قوي. بنص لفه جلاش كم معلقه سمنه او زبده، هتعملي فطيره تحفه مش تاخد معاكي وقت، وقدميها لعيلتك بالف هنا بطعم جميل جدا، ووفري فلوسك ومش هتاخد، وان شاء الله لما هتجربيها هتعجبي الجميع.